ازيكوا <مترجم> <applause> عاملين ايه كله تمام يا رب تكون كل حاجه تمام وزي الفل وعال العيل طيب شككوك في انه هيحصل تعمير في سينا وحصل تعمير في سينا، شككوك في انه مش هيحصل اتساع في رقعه مصر الزراعيه وحصل اتساع في رقعه مصر الزراعيه، شككوك في انه مشروع مجمعات اساله الغاز ده مش حقيقي وانه ده كذب وانه بيضحك علينا واحنا لازم كلنا نبقى شايفين وقعدوا يشككوا في الاخر خالص طلع انه مجمع اساله او مجمعات اساله الغاز اللي اتعملت كانت حقيقيه ومهمه ومربحه بل هي واحده من اهم الحاجات اللي اتعملت في بلدنا، ده على سبيل المثال ولا الحصر، شككوك في منتدى شرق المتوسط والاستكشافات البتروليه واستكشافات الغاز الطبيعي اللي بتتعمل في شرق المتوسط، وتقال لك ده بيضيعوا وقتهم وهيضيعوا فلوس البلد فاكتشفنا انه بامر ربنا سبحانه وتعالى بتجيب لنا عائدات محترمه وكبيره، واصبح العالم هو اللي بيجي لنا لنا والله احنا عايزين غاز من عندكم وخصوصا بعد الحرب الروسيه الاوكراني. طيب شككوك في ايه تاني؟ شككوك في المشروعات اللي بتتعمل للاسكان الاجتماعي فلقينا الناس بتستلم الشقق بتاعتها وانه التقسيطات على فترات طويله جدا وانه الاسعار مهوده لما تيجي مهوده جدا بالمناسبه لما تيجي تقارنها باسعار القطاع الخاص او القطاع الاستثماري لانها معموله كاسكان اجتماعي وده واحد من ادوار الدوله على سبيل المثال. شككوك مثلا على سبيل المثال في مساله قدره الدوله على انها تتحكم في سعر صرف العملة الصعبة قدام الجنيه وفي الآخر خالص أدينا شايفين الوضع القائم قدام حضراتكم كل يوم شايفين الدولار قاعد عمال بيواصل نزيف الانخفاض إذا صح التعبير أو على الأقل إن الجنيه بيستعيد عافيته ده التعبير اللي أنا أفضل استخدامه شككوك في راس الحكمة وطلعت راس الحكمة حقيقية شككوك في عائدات المكاسب الأولى أو التدفقات المالية الأولى من راس الحكمة وده حصل حقيقة وهكذا شوف أنا سردت كم حاجة كلها قالوا عليها كذب طلعت في الاخر خالص حقيقه يبقى مين الكذاب؟ طب هو عاوز ايه؟ هو مش عاوز اي حاجه غير ان طول الوقت يفقدك الثقه، هو مش عاوز اي حاجه غير ان كل طول الوقت يشككك، هو مش عاوز حاجه غير ان طول الوقت يخلي حالتك المعنويه صفر. وبالتالي لو حالتك المعنويه صفر انت مش هتشتغل، انت مش هتنتج، انت مش هتفكر، انت مش هتكبر، انت هتبقى طول الوقت عندك حاله كابه، في سحابه من الكابه تخيم عليك.